مكرار، هاي مكرار تقول انا زوجة المحكوم ميثم حاتم، احنا عائلة يقول بسيطة، اجينا من الناصرية، سكننا بال91 زين. زوجي تقول رجال بسيط، اشترينا قاع، طلع بهاي القاع نفط، من طلع نفط بيها اجتنا جهات حسب ما تدعي مكرار جهات متنفذة زين، ساومونا زين. اخر مرة تآمروا علينا، ودوا علينا واحد صاحب كرين للارض يريد يشتغل بيها، طلع له زوجي قال له ابويا هاي القاع مالتي، شنو تشتغل بيها؟ وهاي القاع تشتغل بيها شركة صينية. ابو الكرين يقول خله وطلع، ورا ساعة ما نحس الا الرمي بالبيت، اجت قوات وجابوا ابو الكرين وياهم جايبينه، ضاربين الشخص اللي ادعى مخطوف بالبندقية برجله، اخذوه للمستشفى واخذوا زوجي. حسب ادعائها تقول ظلوا يدقون عليه 7 اشهر ما نعرف بي وين، ورا 7 اشهر عرفنا زوجي راح يجيبوه المحكمة. يقول اجى زوجها واجى السائق ابو الكران اللي يشتغل عند الشخص اللي يريد ياخذ القاع هم ويا الناس. يقول القاضي سأل الشخص اللي قال انا مخطوف، قال له ميثم السائق انت مخطوف؟ قال له لا ما خاطفيني. فالقاضي حول 4 اشهر. والله هاي طلابة طويلة. طوني مكرر. السلام عليكم. مكرر شلونك خويا؟ اهلا خويا، اهلا مرحبا. انا قريت طلابتك وصارت معروفة قدام الرأي العام. اولا نعم. انتوا وين ساكنين؟ احنا قرب بسمايه. قرب بسمايه. اعطيني نعم. اسمك الكامل، لانه هاي حتى اسمك الكامل انت بكونك زوجتك. انا سعاد طارق مصطفى. خويا سعاد، انتوا نعم. تقولون قاعنا طلع بيها نفط. ياهل كشف بقاعكم طلع بيها نفط، اكو تقرير، اكو مساح، اكو جيولوجي قال القاع بيها نفط؟ اي نعم، وجتنا شركه صينيه يعني تونا تعاقدنا وياها ماكو مده قليله، راسا طلعت جهات ما نعرف منين منين يعني على رجلي جابه هو هذا ابو الكراين. حسين انت حكيتها يعني المقدمه كلها ما شاء الله حافظها الله يخليك. حافظ اخويا، خليك نعم. وياي وحده وحده زين. الشركه الصينيه تعاقدت وياها زين نعم. غير بالدستور النفط ملك للعراقيين، شلون تتعاقدون انتم مع شركه صينيه بيا حق؟ بعد ما اعرف بالضبط هاي الشغله، بعد يومهم ويوم زوجي هي القاع مالتنا وطلع بيها، بعد بالضبط ما اعرف اخويا بعد تعرف انا امي لا اقرا ولا اكتب. زين انتم الان اخويا عندكم عقد مكتوب بينكم وبين الشركه الصينيه؟ نعم. مي. متعاقدين مع الشركة الصينية؟ نعم نعم متعاقدين، وعقود مو عقد واحد يعني ملف كامل كبير كله ويا الشركة الصينية متعاقد زوجي. تبيعون نفط للصين؟ ما اعرف للصين مو للصين، بس هي بعد هو تعرف انت مشتركين بها يعني هم شركة صينية، انا حسب ما اعرف من زوجي يعني شركة صينية تعاقدت وياه ويشتغلون بيها. يما هذا الموضوع اللي تتحدثين به موضوع كبير، يعني اكو لبس بالموضوع انت ما فاهمته. الشركة نعم. الصينية تشتغل بالأراضي اليمكم مكتشفة أكو نفوذ؟ نعم نعم إيش تشتغل بأراضي وتامر بهذا الشيء، هنا ما يشتغلون على مود الأراضي، يشتغلون النفط يأخذونه لأن يشتغلون بيه من الأراضي وعلى بسماية. شو اسمها الشركة أخويا؟ تعرفين اسمها؟ نعم. الشركة تعرفين اسمها؟ لا أنا ما أعرف أقرأ وأكتب، بس عندنا يعني عقود رسمية موجودة. متعاقدين أنتوا زوجك الله يحفظه تعاقد نعم. مع الشركة الصينية. الشركة نعم. الصينية بالعقد شو تسوي لكم؟ تطلع لكم نفط؟ ما اعرف بعد انا استاذ يعني هو ما تعرف ويا زوجك زين نعم. الولد دروا اكو بالقاع نفط، هدوا عليكم نعم. رادوا لكم تبيعون لهم القاع، رادوا نص، رادوا خمس، ايش رادوا الولد؟ رادوا يطلعون رجلي نهائيا من القاع يطلع طريقه زين. سووا هاي المكيده علي مال حسين راسا، حكموا حكم صعد القاضي وقف حسين 14 قال مخاطفني قالوا مخطوف ورموه بالباب. ابو انا ركبت ابو الكرين مباشر. ابو الكرين من اجى نعم اجى شو يريد يسوي بالقاع؟ عنده كرين قال له زوجي ايش عندك هنا؟ قال له دزاني الملاش مالتي، قال له هاي مو قاعد اطلع، خلى كرينه بالباب. رجع ورا ساعه قايل حسب الانتصالات للبياناتهم، وهذا اكبر دليل موجود هو الاتصال بين ابو الكران نعم. والطرف الثالث وزوجي اي قال ارجع اخذ الكران من بيت ميثم.
رجع ورا ساعة يم الباب أنا باوع سمعت رمي ركضت لك كاميرات باوع الدولة مصوب هذا كان يمنا الولد الدولة الشرطة الأشخاص رجعوه الشرطة الدولة صوبة سايق الكرين ما أعرف هي الدولة المنسقين وياهم أنا سمعت إطلاقنا وأشوف أبو سمعت اللي إجا الزوجي جابوه موجود مصوب بالباب إجوا يا جماعة جابوه مصيوب ما انا باوعت في الكاميرات بالضبط ما اعرف مصور ورا شوية اخذوا زوجي واخذوا ورا ساعة رجعوا وشالوا شكوا كاميرات ببيتي وكاميرات باوعت بغدادهم اكو دليل ثاني زين وكاميرات بيتي زين نوخذ زوجي شو انتهم انتهم خاطف ابو الكرين شابوا الكرين غير وياهم غير تقول ابو الكرين ويا الجاع هو وقف مقابل القاضي قال ما يتم مخاطفني القضاة رأسا وقفتها 4 أشهر وحكم الزوج بالإعدام زوجة انعدم عليها تهمة على تهمة حسين أبو الكرين أن هو خاطفه حسين أبو الكرين مو قال للقاضي أنا ها أنا حي أرزاق نعم يعني شلون القاضي يعدم ميثم على أبو الكرين نعم. وأبو الكرين قايل لازم أكو موضوع آخر خاف عدمه لا ماكو أي موضوع خاف عدمه على العقود ولا العقود ولا اي شيء ماكو اي دليل علينا احنا انا عندي 3 أدلة كاميرات بيتي كاميرات بوابه بغداد والانفصال بين الشخص المخطوف وزوجه والطرف الثالث المهدد زوجي 3 أشخاص مستقلين اليوم بهذا الانفصال كاميرات بيتي ليش شالوهن كلهن بيهن اكبر دليل ان براء الزوجي زين بابا اللي جاب ابو الكرين واللي نعم. شال الكاميرات مال بيتك الولد لو الدولة شال كاميرات الدولة الاتحادية أخذوا الكاميرات نعم والقاضي وقف المخطوف قال له أنا ما خاطفني ميتم وقفوا 4 أشهر حكم زوجي إعدام زين هاي يتميز ما زوجي يطلع هم إعدام أمي أكو القضاء العراقي محترم بالنسبة لنا جميعا أنتو كان عندكم محامي نعم المحامي قالكم ميثم انعدم على الخطف مال تبو الكرين نعم ايه هي الدعوة على مال خطف زوجي على مال خطف اختي العزيزة هذا راح ادزه الى مجلس القضاء الاعلى واريد نعم. من عدك تدزين لي نسخة من الحكم من قرار الحكم وهاي القضية نعم. امام السادة بالقضاء هسه هذه مواطنة ورقم تليفونها موجود والقرار نعم. الحكم موجود يبقى قضية الفصل بالقضاء شكرا أي. استاذ أي. مرخصتك دقيقه واحده أي. الاطراف الثالثه جاي تشتغل بالارض وهي مال زوجي اي موجوده عده اشخاص واكو يعني اشخاص كبار ما اقدر اطرح اساميهم واكبر دليل اعرفهم واحد زين ما اقدر اعطي اساميهم الا توصل للقضاء زين الان القاع نعم. دليلي بايدي اسم واحد زين هسه انا هم ما اريد اعلن الاسماء لكن انتم الان قاعكم عندكم لا اخذوها جاي يشتغلون بها الاطراف الثالثه الاطراف اخذوا القاع نعم الجهه الثالثه هي اللي سوت هذا كل المكيده بزوجي وتهمته بالخطف والحكم واعدام اخذت الارض وجاي تشتغل بها مستفاده منها وهي الرابحانه احنا ما نريد هذا كله انا اريد زوجي اطلبه من القضاة ومن كل واحد شريك يسمعني ومن الرئيس ومن اي بشر يسمعني ومن حتى المواطن ماشي براءة زوجي انا عندي 8 اطفال ماشي زوجي يريد يموت في ضغط في سكر يومية الى موته ماشي اخوي احنا هذه القضية يعني ملفتة للانتباه وانا ما اقدر يعني افسرها بس لكن انا اكو قضية واحدة بالقانون العراقي يعني بالنسبة للمواطن من يتملك الارض انا باكر اشتريت لقطعة والقطعة طلع بها نفط هل الملك ما فوق الارض وتحت الارض هو ملك للشخص مثل ما موجود بالعالم ام انه اذا ظهر نفط وهذا النفط مثل ما يقول الدستور ملك للشعب العراقي فممكن الدولة تحت عنوان المنفعة العامة تاخذه لكن بشرط ان يتم تعويض صاحب الارض تعويضا مجزيا القضية اللي قالت بها المرأة بها التباسات انه اكو تعاقد مع الشركة الصينية هسه هذا التعاقد على النفط التعاقد لتقديم خدمات اخرى نترك هذا الامر لإعادة النظر بالتحقيق.